ورجعنا من الفاصل. مع التطور التكنولوجي المستمر يلجأ كثير من الأطفال إلى ملء أوقات فراغهم بالألعاب الإلكترونية، وأثبتت الدراسات أن الألعاب الإلكترونية لها تأثير على تنمية الطفل، وخاصة ألعاب الذكاء، لكن يوجد الكثير منها التي تؤثر على صحة الطفل. نرحب بضيفتنا الكريمة الأستاذة أماني العدوي، باحثة ماجستير تخصص إعلام الطفل، هتكلمنا عن الألعاب الإلكترونية وتأثيرها على الأطفال. إزيك يا أستاذة أماني؟ بنرحب بحضرتك معانا النهاردة في الاستوديو، منورانا. حابين نعرف من حضرتك إمتى الوقت المناسب اللي الطفل يمسك فيه الموبايل، يعني وكل قد إيه؟ يعني مثلا أنا ممكن أخصص له مدة كل قد إيه في اليوم مثلا، يعني عشان ما تأثرش على الطفل بالسلب. بالنسبة للأول، العمر المناسب للطفل اللي احنا نقدر من خلاله نخليه يمسك موبايل أو يتفرج على التلفزيون أو تابلت أو يلعب على الألعاب اللي هي الألعاب الفيديو اللي هي الإلكترونية. صحيح. منظمة الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال حددتها كده، قالت ان الاطفال اقل من يعني دون السنتين ممنوع منعا باتا ان هو يتفرج على التلفزيون او ان هو يمسك موبايل او ان هو او تابلت او يلعب العاب الكترونيه. ليه؟ لان الطفل في الفتره دي اللي هي المرحله اللي هو بيبقى سنتين من عمره، بيبقى يعني بيبقى ايه ان هو بيبقى النمو بتاعه في 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 اقصى درجه، في اقصى ايه نموه. صحيح. يعني مثلا انا مخ الطفل في الفتره دي بيكون بينمو 3 أضعاف في الحجم عن اي فتره تانية في السن. وطبعا فتره السنتين دي الطفل بيبقى ما بيبقاش محتاج للمؤثرات اللي هي الخارجيه اللي هي عن طريق الشاشات او الفيديو جيم او الحاجات دي. صحيح. لا، بيبقى محتاج ان احنا نعلمه من خلال ان احنا يبقى عنده تفاعل اجتماعي مع الاهل، مع الاصدقاء، يبقى في تقارب مع الام والاب. صحيح. لكن اللي بيبقى يعني زي ما قلنا ممنوع منعا باتا ايه ان هو فيما دون السنتين ان هو يمسك او يتفرج على التلفزيون. طبعا بعد السنتين اللي هو من 3 مثلا ل5 سنين مسموح ان هو مسموح له بساعه واحده في اليوم يتفرج على التلفزيون، والساعه دي طبعا بتبقى متفرقه. يعني الام تقسمها على مدار اليوم بحيث ان كده الماكسيمم او الحد الاقصى ليها انه ساعه، اكتر من كده خلاص. بالظبط كده. صحيح. طبعا ان احنا ما نقعدوش قدام التلفزيون واحنا نسيبه ونقوم يتفرج لوحده. لا، لازم الام صحيح. تشارك الطفلها في ان هو يعني بيتفرج على ايه، المحتوى اللي بيشوفه، هل هو بيناسب الطفل وبيناسب احتياجاته وقدراته وبيناسب عمره، هل هو بيخدم الطفل في جميع النواحي بتاعته. فلازم ان الام تكون واخده بالها من الموضوع ده. طبعا كمان حاجه ان الطفل بعد كده لما بيكبر شويه، يعني احنا قلنا من 3 ل5. صحيح. لما بيبقى من 6 مثلا ل 12 سنه مسموح له بساعتين. صحيح. متفرقين برضو، بس في الجزئيه دي احنا بنخلي الطفل يعني ما يتفرج على التلفزيون، ولكن يعني في حته واضحه للكل، للام والاب. ممنوع مثلا ان احنا نقعده مثلا يتفرج على التلفزيون في الاوضه بتاعته، ده طبعا. صحيح. مش يعني ما ينفعش، لان ممكن الطفل يتعرض لاي محتوى غير ملائم لقدراته او عمره، محتوى ما ينفعش ان هو يشوفه في الوقت بتاعه. صحيح. طبعا احنا لازم ان احنا كمان التلفزيون بتاعنا لازم نبرمجه على القنوات او الحاجات اللي هتفيد طفلنا فقط، بحيث برضو ان احنا ما نديش فرصه ان الطفل بالغلط وهو بيقلب يتعرض لاي حاجه من الحاجات دي عن طريق الصدفه. صحيح. طبعا احنا قلنا كده ان ممنوع دون السنتين. صحيح. بعد كده من 3 ل6 سنوات ساعه، من 3 ل6 ل5 سنوات ساعه في اليوم. صحيح. وبعد كده من 6 ل13 ل 12 ساعتين في اليوم. صحيح. من 13 ل18 ساعتين برضو في اليوم متفرقين، ولكن مسموح له بقى بنص ساعة ان هو يلعب الألعاب اللي هي الإلكترونية. صحيح. تمام كده.
يعني نفهم من كلام حضرتك انه لازم الـ الـ الاباء والامهات يكون في مراقبه منهم على الاطفال، سواء بيلعبوا العاب الكترونيه او بيشاهد التلفاز، بحيث ان هم ممكن يتعرضوا بدون قصد لمحتوى مش مناسب ليهم. ايوه طبعا. فلازم يبقى في مراقبه، يعني ايه المحتوى اللي بيشوفوه. وبرضو زي ما حضرتك قلتي بتبقى في اوقات محدده حسب كل فئه عمريه. صح. على مدار اليوم لازم الام ما تتخطاش المده دي. بالزبط. صحيح. حابين نعرف ايه هي المخاطر عفوا، ايه هي المخاطر الناتجه عن الالعاب الالكترونيه على الصحه النفسيه؟ يعني بتاثر على صحه الطفل ازاي، سواء نفسيه او تربويه؟ طبعا المخاطر كبيره جدا، سواء على الصعيد الجسدي او الصعيد النفسي. بالنسبه للصعيد اللي هو الجسدي، انا طبعا طفلي لما بقعد قدام التلفزيون فترات طويله، فده بيسبب حاجات كتير، او بيسبب له ضعف في النظر. الطفل قاعد مركز، ما يعني تركيزه ده اكيد بيأثر على العين، بيسبب جفاف في العين، بيعمل له هالات سودة تحت عينه. صحيح. بيخلي الطفل عنده آلام في الرقبة. صحيح. وفي العمود الفقري بتاعه. كمان بيخلي الطفل ان هو عنده أرق، ما بيعرفش ينام كويس. ليه؟ لان الطفل لما في الوقت ده، احنا دلوقتي ما فيش ساعات، الام مش محدده ساعات معينه للطفل ان هو يمسك او يتفرج على التلفزيون فيها. فدلوقتي جه ميعاد النوم، انا الشعاع اللي خارج من الموبايل او من التلفزيون ده بيقول للطفل، او بيترجم في عقل الطفل ان احنا لسه بالنهار، احنا لسه الصبح ووقت النوم لسه ما جاش، وعادي ان احنا ايه نكمل ونسهر. فده بيسبب له ارق ومشاكل في النوم، ما بيقدرش ان هو، بالتالي هيترتب عليها، ما بيبقاش عنده، هيبقى عنده ضعف في التركيز، هيبقى عنده مشتت في الانتباه. ممكن كمان ان هي تسبب له نوبات كهربائيه وتشنجات. كمان ان هي بتعمل ايه، بتعمل صداع للطفل. في اخطر حاجه كمان هي بتسببها، وهي السمنه. الطفل نتيجه لقعاده على قدام التلفزيون المستمر، ونتيجه لان هو ما بيتحركش، ودايما هو التلفزيون شغل الشاغل بتاع الطفل، فهو ما بيتحركش وقاعد يتفرج على التلفزيون، فبالتالي ما بيعملش اي انشطه حركيه. صحيح. ما بيعملش رياضه، ما بيعملش اي حاجه، ولا حتى بيخرج يلعب مع اصحابه، فبالتالي هيسبب عنده مرض السمنه. صحيح. واللي بترتب على مرض السمنه حاجه اخطر، يعني في امراض للقلب وامراض السكر، كل ده بيترتب نتيجه لمرض السمنه. صحيح. ده بالنسبه، في حاجات كتير جدا تانية، ولكن انا حاولت اجزها في النقط دي. بالنسبه بقى للناحيه النفسيه، فالطفل نتيجة ان هو بيتفرج على الحاجات دي، او بيتعرض للالعاب او صحيح. الموبايل او الحاجات دي، بيبقى عنده قلق وتوتر، ممكن يسبب اكتئاب عند الطفل، ممكن يكون عصبي. يعني مثلا اكيد اكيد ده حصل في كل بيت مصري، الام تشيل من ايده التليفون، يزعق ويدبدب، وانا عايز التليفون وما ينفعش كده، ويقعد بقى اللي هو ايه. للاسف وقت حلقتنا احنا يعني الوقت خلاص يعتبر في اخر الحلقه. احنا كنا حابين طبعا نعرف مع حضرتك معلومات اكتر، بس نقدر نقول في نهايه الحلقه انه الالعاب الالكترونيه زي عمله ذو حدين. بالظبط. ليها اضرار وليها ايجابيات، ويجب على الاباء والامهات توعيه ابنائهم عشان ينشأوا تنشئه صحيحه، ولازم يكون في مراقبه منهم على المحتوى اللي الطفل بيتعرض له، سواء في التلفاز او الالعاب الالكترونيه. بالزبط. صحيح. بشكرك أستاذة. شكرا. أماني، ونتمنى نشوف حضرتك في حلقات قادمة الله. بإذن الله. بشكر مشاهدينا الكرام، استنونا في حلقة جديدة وموضوع جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.